أخ كريم، بركة كبيرة أن أكون مع حضرتك. لو في فيديو، عشان إحنا عندنا بالضبط 8 دقايق، فعشان كلمة أخيرة من كل واحد، بس لو في فيديو من داخل إيران أو اختبار حلو من الاختبارات اللي بتشجعنا بيها، الرب يستخدمك. هي فيديوهات كثيرة بالحقيقة، ولكن الوقت قصير فخليها بالحلقات الجاية. وبالأمس أيضا عرضنا فيديو واختبارات كثيرة جدا. أنا أخ كريم، ممكن أن تعرض الفيديو مال طهران؟ أي مال طهران لازم المخرج يعرضه لي، لازم ياخذ وقت دكتور باسم. أوكي، أورايت، أنا على بالي جاهز يعني. لا أوكي هو بالأمس كان جاهز، بس كان مخرج ثاني، أوكي، إذا كان عنده خليه إياه ما anyway، خلينا ننتظر إذا المخرج يقدر يقول لنا يس. جو أهيد أخ خليني كريم. بس أعطيك رابط الفيديو، هذا الرابط الفيديو إذا المخرج يقدر ينزله، فرابط الفيديو موجود، هذا من طهران بالأمس، هذا رابط الفيديو موجود عندكم، فإذا المخرج يعطينا إشارة إذا كان يقدر يحضر لنا، ما توجد أي مشكلة. هو بالحقيقة أنا عندي أيضا صورة كنت أريد أعرضها، ولكن للأسف ما قدرت أعرضها، ما أعرف شو المشكلة. هو في أخ اتصل معي، هذا الأخ هو إيراني وعايش في إيران، واخذوه من ايران الدوله الاسلاميه او الدوله الايرانيه، اخذوه يحارب في سوريا. قبل لا يروح الى سوريا هو اخذوه دراسه اسلاميه، هذه الدراسه الاسلاميه في معهد اسلامي يدرسون هذا الموضوع، وكمسلم من عائله مسلمه، بس قالوا له انت راح تكون قائد لهذا الجيش او تكون يعني معانا، فاحنا نريدك تكون يعني بالثقر معانا بالوسط. قال ماكو اي مشكله. فعندما دخل راح درس التعاليم الاسلاميه وغيرها وما بعد، قالوا له في كفار لازم نحاربهم ايضا وتاخذ معاش انت. هو رجال كريم يعني قال لهم خلاص هذا كفار ماكو مشكله نحاربهم يعني. اخذوه سوريا، من اخذوه سوريا قالوا له تحامي على الحرم مال زينب، ما بعرف يسمونه يعني القبر يعني. فبعدين شوي شوي تمددوا، وهناك تعاليم ايضا اخرى وامور اخرى، وقائد ايضا ايراني موجود في سوريا، وقال له لا احنا حربنا مع السنه. قال له ما هم دول مسلمين؟ قال له لا مش مسلمين، دول كفار. قال له انتم قلتوا كفار ان اليهود يعني؟ قال له لا ما احنا مع اليهود، ما لنا دعوه، احنا بسوريا وانت لازم تاخذ الاوامر. هو الرجل يعني حارب معهم للاسف، تصوب كمان. وبعدين رجع، من رجع كنا نتكلم انا وغس سعيد في حلقه جديده على قناه الاراميه باللغه الفارسيه، وكنا نتكلم في هذا الموضوع اللي هو هذه الصوره، انا خليتها سكرين شوت، يا ريت المخرج يخليها لنا. هو الفيديو جاهز يا اخ كريم؟ نعم الفيديو جاهز. الفيديو، بس خلينا ناخذ الصوره في سكرين شوت تحت. تمام، المخرج يا ريت تطلع لنا الصوره تحت علشان نشوفه، هذا هو الشخص اللي مصور معي، هو كان هذا بتركيا من قبل يعني. فانضم إلى الجهات الجهادية، وبعدها تصوب برجله، وبعدها رجع من فترة، بعدها اتصل معنا على الآرامية. كان عندي حلقة أنا وغس سعيد كنا نتكلم في هذه الحلقة. هو شيخ، اسمه شيخ إيمان يعني، شيخ ومعمم كمان، بس هنا بالكنيسة نزع العمامة يعني، سلم حياته المسيح فنزع العمامة. اللي بالوسط، اللي بالوسط، اي صح، باللحية اللي بالوسط، ذاك الشخص خادم معنا. فهو عندما رجع من المستشفى، كان مصوب بالمستشفى، اخذوه بمستشفى سوريا، بعدين نقلوه لايران، وبعدين اجى كنا نتكلم مع محبه الله. توصل معنا بالواتساب رساله يعني شديده اللهجه، اي محبه تتكلمون عنها؟ انتم مجانين؟ انا كنت ذاك الوقت في تركيا، قلت له محبه الله، الله محبه. قال تدخلونا هكذا بس تعلمونا شيء ثاني. كيف؟ قال والله تعلمت بالمعهد الاسلامي وفلان. قلت لك احنا مش مسلمين، احنا مسيحيين، ما لنا دعوه بالاله الاسلام. احنا كنا مسلمين تركنا الاله الاسلام وامنا بالمسيح. المسيحيه محبه خالصه، بدا يتعلم المسيحيه، اخذ الانجيل، طبعا ذاك الوقت كان بي دي اف يعني، اخذ الانجيل بي دي اف، وبعدها ايضا هاجر الى تركيا، سافر الى تركيا وسلم حياته للمسيح، والان عنده كنيسه في تركيا، عدد كنيسته 50 شخص، ويتلمذهم ويعلمهم في كنيسه. يعني شوف كان يدعي الناس للهلاك، الان يدعي الناس لمحبه الله. فالرب يسوع المسيح بيغير، وتغييرات كثيره جدا. ويا ريت ناخذ الفيديو قبل خلص الوقت. هذا العلم اللي موجود، هم امام العلم قصر الرئاسي في طهران، امام قصر الرئاسه، امام الحكومه بالكامل يعني.
لا نريد حكومة إسلامية، يعني بالطريقة بصريح العبارة نحن ليسوا مسلمين. الخامنئي عندما تكلم عليهم قال 35% من الشعب هكذا، 35% من 82 مليون، يعني بيتكلم على تقريبا 40 مليون يعني ارتدوا عن الإسلام إلى ديانات أخرى. هو لم يقل المسيحيين علشان نكون يعني واضحين بالأمانة، يقول ارتدوا إلى ديانات أخرى. طبعا المسيحيين احنا ما عندنا ديانات أخرى، عندنا المسيحية والإلحاد بإيران، لا يوجد يعني ديانات أخرى، مسيحية وإلحاد. عدد المسيحيين كبير 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 جدا، ولكن لا أعلم يعني عدد الملحدين.